وإلى الشأن المصري وآخر تطورات الموقف الأمريكي من وفاة المواطن الأمريكي من أصل مصري مصطفى قاسم في السجون المصرية، حيث عبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن غضبه لمقتل مصطفى قاسم، وذلك خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم على هامش مؤتمر برلين بشأن ليبيا. وكتب بومبيو على حسابه في تويتر قائلا: التقيت بالرئيس السيسي اليوم وبحثت معه الوفاة المأساوية وغير المبررة للمعتقل الأمريكي مصطفى قاسم في مصر. وكان حقوقيون أمريكيون وأعضاء بالكونغرس الأمريكي قد طالبوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع عقوبات على الحكومة المصرية على خلفية وفاة المواطن الأمريكي مصطفى قاسم إثر إضرابه عن الطعام بعد نحو 6 سنوات في السجن. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن الباحث السياسي محمد المنشاوي. سيد المنشاوي أحييك، هل تعتقد أن الأمر من قبل واشنطن فيما يخص وفاة مصطفى قاسم سيتوقف عند الغضب والعتاب من قبل إدارة ترامب للسيسي، أم من الممكن أن يأخذ مسارات أخرى؟ لا أتصور أن القضية ستأخذ مسارات أخرى. وزير الخارجية طرح الموضوع اليوم في لقائه مع الرئيس المصري، وذلك تحت ضغوط أمريكية من بعض أعضاء الكونغرس، لكن هو كان يجتمع مع الرئيس المصري لأسباب تتعلق بالداخل الأمريكي، ولا أعتقد أن هناك أي جديد. الإدارة الأمريكية غير مهتمة بمصير الأمريكيين من أصل مصري المعتقلين في مصر، والضحية الأخير السيد قاسم مصطفى لن يكون الأول ولن يكون الأخير، وهذا يجيء في إطار نسق عام للإدارة الأمريكية بدأ مع وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، وهذا كان حدثا كبيرا، لكن لم يكن هناك أي فعل من الإدارة الأمريكية حتى في صورة بيان تعزية، وهذا كان إشارة إلى ما تكنه هذه الإدارة للمعارضة المصرية ودعمها الكبير للرئيس المصري والنظام الحالي. إذن هذا هو وضع الإدارة الأمريكية. ماذا عن الكونغرس الأمريكي؟ أيضا لن يتعامل بجدية مع هذه الحادثة وحوادث أخرى في نفس السياق؟ الكونغرس ليس لديه الكثير في يديه من صلاحيات. هناك طبعا أصوات معارضة كثيرة ظهرت خلال الأيام الأخيرة عقب مقتل مصطفى قاسم في بيانات ومؤتمرات صحفية ندد فيها أعضاء من الحزبين بالسلوك المصري وبقتل أو بالمساهمة في وفاة المواطن الأمريكي من أصل مصري، لكن لا أعتقد أن هناك إرادة في واشنطن سواء في الكونغرس أو البيت الأبيض لاتخاذ خطوة أخرى تصعيدية تجاه النظام المصري. هناك خطوات متفق عليها في واشنطن إذا أرادت واشنطن معاقبة النظام المصري، لكن لا توجد نية سياسية. هناك شجب وإدانة وتهديد بوقف المعونات، لكن هذا هو ما يحدث في كل حالة مع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ولا يحدث أي شيء عند هذه النقطة للأسف. يعني اسمح لي، ما هو المبررات التي تقوم عليها أفعال إدارة ترامب فيما يخص التعامل مع السيسي أو مع ملف حقوق الإنسان؟ يعني كيف يبرر للأمريكيين مقتل مواطن أمريكي في على الأراضي المصرية دون أن يتخذ أي إجراء في تجاه حكومة السيسي أو تجاه نظام السيسي؟ هناك بعدين للنظر لهذه النقطة الهامة. بعد أمريكي يتمثل في هوية الرئيس ترامب وما يؤمن به في العملية السياسية. هو لا يؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان بصفة عامة، يعادي قوى الإسلام السياسي، يعادي الربيع العربي وتبعاته، وهو قال ذلك في عدة مناسبات. فهذا من الجانب الأمريكي. أيضا واشنطن لا تهتم ولا تكترث بتأسيس ديمقراطية حقيقية في مصر. هي لم تدعم عملية الانتقال الديمقراطي في مصر، وحدث انقلاب عسكري ووقفت صامتة، والآن هي أحد حلفاء النظام الحالي في مصر. فهذا من الجانب الأمريكي. الجانب المصري يدرك كثيرا كيف تفكر واشنطن. هم يعرفون واشنطن جيدا. هناك سفارة نشطة وهناك حلفاء كثيرون هنا، سواء كانت الإمارات أو إسرائيل وغيرهم. فهم يدركون حدود الغضب الأمريكي، وحتى الآن يدركون أن لا توجد نية لدى هذه الإدارة الأمريكية في معاقبة أو الهجوم على النظام المصري بسبب سجله الحقوقي. هذا واضح جدا للحكومة المصرية. واشنطن تعاملت مع الوضع الجديد في مصر. المساعدات مستمرة، الدعم العسكري والسياسي موجود، وهناك قضايا هامة جدا إقليمية
تنتظر واشنطن دعم القاهرة فيها، مثل ما يقال عن صفقة القرن عن التحالف العربي ضد إيران. فمصر مهمة لواشنطن، ومصر تفهم واشنطن جيدا، وواشنطن لا تكترث بالديمقراطية المصرية. طيب، هذا يأخذنا إلى نقطة أخرى فيما يخص قوة النظام عبد الفتاح السيسي الآن في واشنطن. أنت ذكرت أن فكرة صفقة القرن هي مطلب رئيسي من إدارة ترامب في للسيسي، دعمها على الأقل. هل هناك قضايا أخرى واشنطن في حاجة إلى نظام السيسي لتمريرها أو لدعمه فيها أم لا؟ لا يوجد أي شيء بخلاف صفقة القرن، لكن هناك أيضا مكافحة الإرهاب. واشنطن هناك قطاع كبير يهتم بهذه القضية، سواء كانت حقيقية أو مبالغ فيها، ويرى أن الحكومة المصرية تقف سندا وحاجزا أمام انتشار الإرهاب في المنطقة. والبعض أيضا، هناك واشنطن ليست تتحدث بصوت رجل واحد، هناك قوة يمينية تدعم موقف مصر في الملف الليبي على سبيل المثال، يرون أن مصر تقف ضد قوى الإسلام السياسي الممثلة كما يرون في حكومة طرابلس، وهم يدعمون المشير حفتر وعلاقته بمصر وأبو ظبي. وهناك قوى تعارض الإسلام السياسي كحركة سياسية، وهذه القوى تدعم النظام المصري هنا في واشنطن. وهناك أيضا قوى تعارض تركيا، وهذه القوى أيضا تدعم النظام المصري. وهناك لوبيات متشابكة كلها تخدم النظام المصري في هذه اللحظة. إذن لا يوجد أي أمل في أن تقوم إدارة ترامب بأي ضغوط فيما يخص ملف حقوق الإنسان، حتى ولو كان القتيل يحمل الجنسية الأمريكية سيد المنشاوي؟ لا أعتقد هذا، هي ليس مفاجأة. رأينا موقف الإدارة الأمريكية في مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وهناك إيمان في واشنطن أن المتوفي في مصر قد يكون أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، أو هكذا روجت بعض الدوائر لهوية الفقيد مصطفى قاسم أنه ناشط إسلامي، هو وذكرت بعض المواقع اليمينية هنا أنه إذا كان تم الإفراج عنه سيحضر إلى واشنطن ويبدأ في مهاجمة النظام المصري والرئيس ترامب كما فعلت المعتقلة السابقة آيه حجازي. طيب، فيما يخص النظام المصري، من وجهة نظرك يبدو أن النظام المصري يعي هذه التركيبة تماما، وبالتالي هو لا يأبه لفكرة حقوق الإنسان ولا لأي ضغوط من قبل واشنطن عليه، هل هذا صحيح؟ نعم، وأعتقد أن الموضوع لا يرتبط فقط بالإدارة الأمريكية. النظام محظوظ لوجود رئيس مثل الرئيس ترامب ووزير خارجية مثل بومبيو، وهم سجلهم حافل جدا في معاداة الديمقراطية العربية والإسلام السياسي والربيع العربي أيضا، هذا ليس سرا. كذلك الموضوع كان أثناء حكم الرئيس السابق أيضا في الإدارة الديمقراطية برئاسة باراك أوباما. ما حدث في مصر في منتصف عام 2013 من سيطرة الجيش تمت أمام الرئيس أوباما، وغضب وعاقب مصر لفترة صغيرة، وعادت كل شيء كما كان عليه في السابق، مساعدات، والتقى الرئيس السيسي. فهذه إدارة كانت ديمقراطية وتناصر حقوق الإنسان والربيع العربي أي لحد كبير، لكن مصالح واشنطن كما أذكر وأكرر لا تريد ديمقراطية في مصر. وبالتالي لا يوجد أي فارق بين رئيس ديمقراطي ورئيس جمهوري في هذا السياق. في فروق بسيطة جدا في التفاصيل، لكن في السياسة العامة وما تستطيع واشنطن فعله أو لا تفعله لا يوجد فرق كبير بين الطرفين، رغم وجود استثناءات في الكونغرس وبعض المنظمات الحقوقية في واشنطن. نعم، على حال أشكرك شكرا جزيلا الباحث السياسي محمد المنشاوي، كنت معي عبر سكايب من واشنطن. المسائية مستمرة مشاهدينا الكرام، وبعد الفاصل مباشر مع الدكتور عصام حجي عالم الفضاء المصري حول آخر تطورات أزمة سد النهضة وتأثيراتها على مصر، ابقوا معنا. هل مصر مهددة بالعطش؟ وهل البعد العلمي الحقيقي لأزمة سد النهضة هو مجرد كوب الماء الذي نشربه؟ هل يحتمل النيل أصلا بناء سدود أخرى؟ هل هناك حلول لتخطي الأزمة؟